صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذ. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. في مقولة بتقول كلما ارتقت همة الإنسان كلما ارتقت أهدافه، كلما ارتقت طموحاته وبالتالي إنجازاته. في هذا التوقيت هيكون عنده إنجازات، لأن الإنسان طول ما هو قاعد في البيت وما عندوش همة ما عندوش عزيمة، فبالتالي دماغه مش هتولد أفكار زي ما بنقول كده، فبالتالي مش هيحقق أي حاجة في حياته. لكن خلينا نبص الموضوع من زوايا متعددة. مفيش إنسان، يعني أنت لو جيت سألت حد إيه أعظم إنجازاتك أو هي إيه الإنجازات اللي أنت حققتها في حياتك، بعض الناس يجي يقولك أنا ما عنديش إنجازات، أنا ما حققتش حاجة. ده ما هوش صحيح. كل واحد عنده إنجاز أيا كان هذا الإنجاز. الإنجاز اللي بالنسبة لك أنت شايفه بسيط بالنسبة لغيرك بحسب بيئته وبحسب مجتمعه وبحسب المكان اللي تربى فيه وبحسب أفكاره وبحسب تعليمه حاجة كبيرة جدا. في ناس إنجازاتها البسيطة بتبقى بالنسبة لها أو بالنسبة لك أنت بسيطة، بالنسبة لناس تانية بتكون إنجازات كبيرة، حسوا إن هم عملوا حاجة. فبالتالي الإنجاز كل واحد في حياته لازم يكون عنده إنجاز، لازم يكون عنده هدف بيحققه. وليكن أنا عايز أبقى رياضي ناجح، بما أننا كنا بنتكلم قبل هو عن محمد صلاح، أنا عايز أبقى رياضي ناجح مثلا. كنت أقول كنا بنحلم بنتكلم في إيه والحلم كان حلم. أنا كنت بحلم أن أنا كنت بدردش مع محمد صلاح كده بشكل ودي يعني، وقاعدين بنتكلم بس الحلم كان فيه تفاصيل كتيرة يعني، فكان أشبه بالواقع الحقيقة. فبما أننا بنتكلم عن كده يعني، أنا تخيل أن في حد نفسه يبقى رياضي. هنا في التوقيت ده هو مطلوب منه أنه يحط الهدف قدامه. مش هتكلم كلام إنشاء، لكن يشوف مثلا لو هو موهوب، يعني هو الشخص ده موهوب، يبتدي يحط الصعوبات قدامه 1 2 3 4 عشان يبتدي يشتغل عليها. هنا هو هيحقق إنجاز هيفضل طول عمره فخور بيه. في ناس هدفها مثلا وليكن يا منى الجواز، يقول لك أنا لما هتجوز خلاص كده أنا عملت اللي عليا، فبالتالي بعد الجواز هو بيريح، مع إن الجواز يعني دي البداية، مرحلة ودي البداية كمان، ده ما هو عمره ما كان هدف طب في حد ذاته يعني. طب فسؤالنا بيقول ايه اعظم انجاز حققته في حياتك؟ اعتقد ان حياة منا كلها انجازات. احبش اتكلم عن نفسي. لا لا هنتكلم دلوقتي أرجوك. لازم نتكلم دلوقتي. والله انا كأم في اسبوع الامتحانات اعظم انجازاتي ان انا ما زلت على قيد الحياه. بعد اسبوع من الامتحانات ابتدى يوم الاحد وينتهي بكره، ولادي الاثنين بيمتحنوا فيه طيب. فانا الحمد لله لغايه دلوقتي ما دام بتنفس وبتكلم ومحافظه على حواسي، فده ده واحد من انجازاتي اللي انا طبعا بجد عمال اقولها برافو كل يوم، اقعد اشجع نفسي ان اليوم عدى. احنا سلام، انا ولادي الاثنين، ولسه علاقتنا كويسه مع بعض، ولسه بنتكلم مع بعض، او انا لسه بتكلم اصلا وعندي قدره على الكلام، فده في حد ذاته ده بقى اللي كنا بنتكلم عنه دلوقتي، اللي هو الانجاز بالنسبه لك ممكن يكون بسيط بالنسبه لغيرك. والله العظيم انت مستهون، والله انت مستهون، ده انجاز وانجاز وانت عالم عظيم. لا لو بنتكلم بجد والله شاذلي، يعني نعم ربنا عليا كتير، وانا بحس ان انا دايما يعني ربنا بيكرمني قوي، فانا شايفه ان لسه احلى يوم ما جاش، ولسه انجازي الاكبر لسه مش هقول انه جه، لا لسه انا طمعانه في اكتر. بس في انجازات بكل تاكيد حتى لو انجازات يوميه يعني. طبعا طبعا طبعا، يعني بص الحاجات الصغيره البسيطه لما بتتحط جنب بعض بتعمل انجاز. ان انا اقدر ادير يومي كويس ده انجاز، ان انا اقدر اعرف بشتغل في مكان محترم جدا يمكن من اكبر برامج الصباحيه في العالم العربي كله فده انجاز، ان انا يعني بعمل اللي انا عايزاه ده انجاز، ان انا سليمه وصحيحه البدن انا واولادي وجوزي واهلي فده انجاز، ان انا بعرف اوصل في معادي في الشبوره ده انجاز. طبعا ده انجاز، انجاز كبير على فكره. عندنا حاجات كتير جدا ممكن نتكلم عليها كانجازات، ومستنيين انتوا كمان تقولوا لنا ايه الانجازات او اعظم انجاز حققته في حياتك. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا النهارده على فيسبوك. انت بقى عندك كمان افكار ثانيه؟ طبعا عندي انجازات اكيد، يعني اي لسه كنا بنتكلم دلوقتي ان مفيش انسان ما عندوش انجازات يعني، بس في ناس ما بتبقاش عارفه ان ده انجاز، لكن هو في الحقيقه انجاز. انا في تصوري ان الشخص اللي يكون اسره، تكوين الاسره في حد ذاته انجاز. يعني انا اشتغلت وارتقيت في مناصب كتير، انا مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن اي شخص يعني، وتقلد مناصب وبقى معاه فلوس وبقى معاه مركز وكل حاجه كانت معاه. كل ده مش انجازات؟ ايه؟ كل مش بتكلم عن نفسي، مش بقول نفسي. ايوه فلوس وارتقاء واسره ده حاجة. ما هو لا ما انا جاي لك في السن. طيب لسه في. فهو في نهايه المطاف هيجي له سنه وهيتقاعد، لكن الحاجه من وجهه نظري اللي هيكونها وهيحس فعلا ان هو عمل حاجه وعمل انجاز حقيقي وعاش هو تكوين الاسره. هو الحفاظ على الأسرة في ظل اللي احنا شايفينه، وفي ظل حالات الطلاق اللي بنشوفها، وفي ظل
التربيه اللي احنا بنشوفها، يعني بنشوف يعني حاجات كتيره كده مختلفه في التربيه عن اللي احنا تربينا عليه. ففي ظل ده كله انك تخرج باسرتك من هذه الموجه وانت محافظ على زوجتك، محافظ على ابنائك، مربي ابنائك تربيه كويسه، فانا شايف ان ده اعظم انجاز ممكن اي انسان يحققه في حياته. طبعا زي اي حد كان عندي انجازات، ومن ضمن الانجازات ان انا اشتغل كمذيع. قعدت فتره كبيره، بس الكلام ده زمان فات عليه كتير يعني، بس برضو بس مش شايفه النهايه، انا شايف ان دي البدايه. يعني انا قعدت ست سنين بدور عشان اشتغل مذيع، من 2006 اول ما اتخرجت ل 2012 بسعى. في خلال الوقت ده كنت بشتغل حاجات تانية كتير قوي ملهاش علاقة أصلاً بالإعلام، لكن في النهاية كان عندي الهدف بتاعي، فكنت بتدرب شوية وكنت بشتغل، أتدرب واشتغل كده يعني لحد ما ربنا كرم واشتغلت. هل ده أعظم إنجاز حققته؟ لا، بس ده إنجاز مهم في حياتي وكانت دي البداية. لكن لسه ما خلصتش، لسه ما جبتش اللي عندي كله زي ما بنقول، لسه عندي كتير، لسه ما يعني ما اديتش كل حاجة للشغلانة يعني، فاهمة؟ فلسه عندي كتير. فدي كانت البدايه وكانت نقطه مهمه جدا بالنسبه لي، فكانت نقطه تحول كمان في الشخصيه. لكن بكل تاكيد بيتبعها انجازات حتى لو كانت صغيره في المجال المهني كمان، يعني في الشغل حتى وان كانت انجازات صغيره، لكن بيتبعها انجازات متلاحقه. ولازم طول الوقت انت بتطور من نفسك، وطول الوقت انت بتشتغل على نفسك عشان ما تحسش ان انت وصلت فتقعد فخلاص ده بدايه طريق الفشل. لا، طول ما انت زي محمد صلاح الراجل بيشتغل على نفسه في كل صغيره وكبيره، بيشتغل على نفسه في السوشيال ميديا، بيشتغل على نفسه دايما تلاقي في ابجريد، دايما تلاقي في تطوير في الشكل العام، سواء بقى بنتكلم في رياضه، بنتكلم في ادائه، بنتكلم في شكل ظهوره هو واسرته، بنتكلم في الميديا. ده حقيقي. يمكن من الحاجات اللي بحس انها بتتحسب انجازات وان كانت صغيره جدا، مش لازم تبقى انجازك انت، لكن ساعات بتبقى حاجات انت ساعدت في انجاز حد تاني، فده انت بتحس ان اللي قدامك انجز. يعني مثلا انا قعدت فتره طويله جدا، يمكن 20 سنه بدرس في الجامعه، يعني استقلت بس السنه اللي فاتت، تقاعدت عشان انت هتقول لي كده، متاكده انك يعني ما توقفت عن العمل في الجامعه السنه اللي فاتت. على مدار ال 20 سنه انا عندي من زملائي الصغيرين، مش هقدر اقول طلبتي يعني، عندي مذيعين وعندي بروديوسرز وعندي مخرجين وعندي رؤساء تحرير برامج مهمه ومحترمه. فانت بتتكلم بنستر عليهم تنمر معقول؟ لا تنمر. فده واحد من الانجازات. لسه الاسبوع اللي فات حد من بناتي الحلوين مناقشه الماجستير، وكانت عامله في الاهداء بتاعها الاهداء بتاع الرساله ليا مثلا. فوالله العظيم ده يوم انا فرحانه بيه اكتر من يوم مناقشتي انا. طبعا ما ده مجهود، حسيت بفرحه مجهودك طبعا جزء من مجهودك طبعا، والمفاجاه واتخضيت يعني في حاجات كده صغيره انجازات. انا معاكي طبعا. على كل ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، في انتظار اجابات حضراتكم. ايه اعظم انجاز حققتوه في حياتكم؟ بكل تاكيد هنستعرض اجاباتكم خلال حلقتنا النهارده. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.